جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض الأحيان الإنسان يكون غضبان ويدخل عليه الشيطان، في هذا الوقت يحصل منه حدث بالله أو بالطلاق أنه لا يعمل هذا العمل، فإذا عمله ماذا يعمل لأنه وقع منه الحدث بالله أو بالطلاق؟ جزاكم الله خيرا. أولا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف، فلا يحلف على كل شيء، ولا سيما الحلف بالطلاق بما فيه من الخطورة. أما ما ذكره السائل من أنه حلف بالله وحلف بالطلاق أيضا لأنه لا يفعل شيئا وفعله، فهذا يعتبر قد حنث في يمينه، فمن ناحية اليمين بالله تجب عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عكاق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف الصاع، وهو مقدار 1.5 كيلو تقريبا من الطعام، أو كسوتهم لإعطاء كل مسكين ثوب يستر، وإعطاء كل مسكين ثوبا يستره، أو إعتاق رقبة. فإذا لم يستطع شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام. أما من ناحية الطلاق الذي حلف به أن لا يفعل هذا الشيء وفعله، فهذا راجع إلى نيته على الصحيح. إن كان نوى إيقاع الطلاق عند فعله لهذا الشيء فإنه يقع الطلاق، يقع به طلقة واحدة، وإذا لم يسبقها طلقتان فإنه يراجع زوجته ويبقى له عليها طلقتان، وإن كان سبقها طلقة فإنه يراجع أيضا زوجته ويبقى له عليها طلقة واحدة. أما إذا سبق هذا الطلاق طلقتان من قبل فإنه تتكمل به الثلاث وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج راغبا عنها. أما إذا كان لم ينوي الطلاق وإنما نوى المنع، منع نفسه من هذا الشيء، فإنه يجري مجرى اليمين على الصحيح ويكفره كفارة يمين كما سبق.